كنا الهدف نتاعنا الوصول الى 700,000 قنطار. اذا احنا كنا حضرنا هذه العمليه وكنا عقدنا حتى يعني استدعينا اللجنه الولائيه المكلفه بالعمليه نتاع الحصاد والدرس وناقشنا كل الاجراءات اللي لازم نتخذوها. وكاين عندنا ثاني كالجماعه نتاع الحمايه المدنيه وين حضرناهم وهما ثاني داروا اجراءات تحم خاصه فيما يخص يعني التامين وفيما يخص يعني تفادي الحرق، يعني ماذا بينا باش يكون ان شاء الله يعني حصاد بدون يعني حرق. وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه اتخذت كل الاجراءات من اجل انجاح موسم الفلاحي 2022-2023، اي موسم زراعه الحبوب وكذلك حمله الحصاد والدرس. فالاستراتيجيه اللي وضعتها وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه هي تطوير هذا النوع من الزراعات الذي يعتبر زراعه استراتيجيه خاصه على مستوى الجنوب الوطني.